معنا نبدا عايشي زمال رئيس حركه عازمون. في النهار الاول اللي خممنا فيه باش نعملوا حزب حركه عازمون خممنا انه لازم نعملوا سياسه بطريقه مختلفه. سياسه بطريقه مختلفه يعني نهتموا بالمشاغل نتاع تونس ونتاع التوانسه. والمشاغل اليوم ما نجموا نهتموا بها الا ما نسمعوا الناس اكثر من انهم هما يسمعونا. وكذلك نسمعوا الكفاءات لانه الكفاءات هي اللي عندها الحلول، عندها الامكانيه باش تشخص الوضع وباش تطرح الحلول. طلقنا في سلسله من الندوات، هذه الندوه الثالثه، الندوه الاولى على قانون الماليه، ثم الندوه الثانيه على موضوع المياه، خاطر نعرفوا هو موضوع الساعه ونعرفوا المياه كل شيء مربوط بالماء. عملنا الندوه كانت ناجحه، سمعنا التشخيص، سمعنا الخبراء اعطونا حلول، واليوم نخمموا في الفلاحه، كي نقولوا الفلاحه نقولوا الامن الغذائي، ما نجموش نحكيوا على الامن الغذائي ونحكيوا على الفلاحه واحنا موجودين في البيروات في تونس العاصمه او في النزل. حبينا نتنقلوا لبلاد الفلاحه، تونس كامله تهمها الفلاحه، لكن باجه عندها ميزه خاصه هي بلاد الزراعات الكبرى والخضر والحليب وبرشا منتوجات فلاحيه، حبينا نتنقلوا باش نسمعوا الفلاحه وباش يناقشوا الخبراء في الاطروحات نتاعهم. اليوم باش نحكيو على الامن الغذائي من الانتاج من المردوديه من الحلول المستقبليه، شنو هي اخر التقنيات الموجوده في الفلاحه؟ عندنا عرض على الفلاحه الذكيه اللي اليوم يتم اعتمادها في العالم وعندها مردوديه اكثر من مردوديه انتاجيه وكذلك مردوديه على الفلاح، خاطر ما نجموش نعملوا الفلاحه من غير فلاح. اليوم نحبوا نرجعوا قيمه ونرجعوا الاعتبار للفلاحه ونرجعوا كذلك الاعتبار للفلاح، الفلاح هو محور الانتاج الفلاحي. اليوم نحكيه في التمويل، نحكيه في المردودية، نحكيه في التسويق، نحكيه في الإرشاد الفلاحي، نحكيه في الماء كيفاش اليوم نستغلوه الاستغلال الأمثل. عنا موارد في تونس لابد أن نحكم استغلالها، هذا الموضوع اليوم اللي موضوع الندوة متاعنا. عنا ندوات أخرى إن شاء الله اللي مش تهتم بالبيئة، مش تهتم بالفوسفات، مش تهتم بالسياحة البديلة والسياحة الثقافية، كل المواضيع اللي تشغل التوانسة. احنا الهدف متاعنا نسمع الكفاءات ونثريو البرنامج متاعنا، خاطر في حركة عازمون عنا برنامج باش نطرحوه على التوانسة إن شاء الله، والبرنامج هذا نحبوا نثريوه بالاستماع أكثر للكفاءات وبالاستماع أكثر للتوانسة الكلهم كل واحد في القطاع متاعه. امبارح أصدرتوا بيان في علاقة بالصندوق النقد الدولي وعلاقة تونس بالماء، موضوع الساعة معناها الهجرة طبعا يعني كما نهتم بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، احنا حزب سياسي وعنا مواقف سياسية. الموضوع اللي في حركة عازمون كنا من السباقين اللي نبهنا له، قلنا راهو موضوع الهجرة موضوع حارق لابد من إلاء العناية اللازمة من طرف السيد رئيس الجمهورية والحكومة وكل المشرفين اليوم على الدولة التونسية، ويزم مناقشة موضوع الهجرة بصفة شاملة. اليوم فما عنا كفاءات قاعدين يهاجروا وتستنفع بهم البلدان الأوروبية، عنا كذلك الهجرة الغير نظامية متاع التوانسة. احنا نقترحوا في حركة عازمون انه بالتعاون وبالشراكة مع الشريك الاوروبي نعاودوا نأهلوا مراكز التكوين ونكونوا الشباب باش الشباب اللي يمشي يحب يهاجر لأوروبا ومن حقه باش يهاجر، واحنا مع حرية التنقل يهاجر بقدره، يهاجر بالدبلوم متاعه وبالتكوين متاعه. هذا المقترح الاول. بالنسبة للهجرة الغير نظامية لغير التونسيين، احنا في حركة عازمون البارح في البيان متاعنا قلنا نساند السيد رئيس الجمهورية في الموقف متاعه، لا يمكن أن تكون تونس شرطي لأوروبا وكذلك لا يمكن أن تكون تونس بلد لتوطين الغير تونسيين يعني الأفارقة جنوب الصحراء. تونس هي بلد غير حدودي مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي هي متضررة من الهجرة الغير نظامية هذه مثلها مثل البلدان الأوروبية. هذا لازم ناخذوه بعين الاعتبار، وخرجنا بيان باش تبدو الامور واضحه في هذا الاتجاه. شكرا.